أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على خطة واشنطن لحل النزاع في اليمن وتواصل زيارة وفد الميليشيا للعراق لليوم الخامس على التوالي. ما تزال الخطة الدولية التي كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحل النزاع في اليمن تراوح مكانها بعد أسبوع من طرحها، فيما تتصاعد المعارك على أكثر من جهة أو أكثر من جبهة، وخصوصا في تعز وعلى الشريط الحدودي. خطة كيري التي أيدتها دول الخليج وبريطانيا والأمم المتحدة على أن يتم عرضها على الأطراف المعنية أعقبتها تحركات للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ إلى نيويورك، وهناك قدم ولد الشيخ إفادته لمجلس الأمن، ولم يتطرق المبعوث إلى تفاصيل خطة كيري، لكنه قال إن الاتفاق المقترح ينص على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري. وناقش مجلس الأمن مشروع قرار يدعم خطة ولد الشيخ ويدعو لاستئناف المشاورات على الضفة المقابلة. يواصل وفد الميليشيا زياراته إلى العراق، وهي زيارة وصفها عضو في الحكومة بالطائفية، فيما اعتبرها محللون خليجيون رسالة للمملكة غرضها الابتزاز السياسي. نتوقف عند هذه المستجدات والتحركات الدبلوماسية لنناقشها في محورين: هل تجد خطة كيري طريقها للحل في اليمن؟ ولماذا لا توافق الميليشيا عليها حتى الآن؟ وهل سيفرض المجتمع الدولي هذه المرة إجراءات رادعة لضبط الطرف المعرقل لعملية السلام، أم سيظل يتعامل بطريقة وصيغة الوسيط لا أكثر؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا الليلة في حلقة زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مبادرة لحل الأزمة اليمنية تبعها جمود، هكذا بدت الأحداث بعد نحو أسبوع منذ أعلن وزير الخارجية الأمريكية مبادرته للحل في بيئة ما تزال مضطربة، في حين زادتها المبادرة غموضا والشكوك تجدرا حول نوايا الحل على أسس مستدامة. في اليمن لا يهدأ السجال بشأن مبادرة كيري التي جاءت خليطا من رؤية أممية وإعادة لتكييف التسلسل التاريخي للأزمة التي سبق الاجتماع الرباعي أن حسمه في 19 من شهر يوليو الماضي. مبادرة كيري خرجت من رحم نقاش شهدته قبل أسبوع في مدينة جدة السعودية، أطراف عديدة مؤثرة في الأزمة اليمنية، ومع ذلك بدا أن هذه المبادرة تعكس إرادة الدول الأربع الأكثر تأثيراً، وهي إلى جانب الولايات المتحدة، بريطانيا والسعودية والإمارات. يقول مراقبون إن كيري أعاد بخبث سياسي ذي دلالة هندسة المشهد السياسي وتكييفه ليسمح بحضور زائد عن الحد في جسم الدولة اليمنية لمن وصفها بالأقلية التي تمثلها ميليشيا الحوثي بأجندة سياسية وعتاد عسكري وتوتر يكاد يشعل الترتيب الهش للتعايش بين المكونات الطائفية للمنطقة العربية. لا يحتمل الترتيب الذي جاءت به مبادرة كيري أكثر من تأويل وحيد للمعنى، إنه إعادة تمكين لأقلية لا تبررها حالة التعايش الإيجابية بين مكونات المجتمع اليمني على أساس من الانتماء لهوية وطنية ودينية لا تقبل التجزئة أو التمييز. انصرف الإنقلابيون عن كيري الذي اعتنى بهم كثيرا ليبحثوا عن مزيد من التمكين لمشروعهم الإنقلابي، وذهب وفد الميليشيا ليبحث عن امتداداته الطائفية في العراق وإيران ولبنان وليشعل نيابة عن طهران فتيل التوتر بين بغداد والرياض، وليكون حصان طروادة في تمرير الرسائل المتوترة الآتية من طهران باتجاه الرياض. الحكومة وحدها تعرب عن جاهزيتها للحل في إطار المرجعيات الثلاث، فيما اكتفى الإنقلابيون بتأكيدهم أن ذهابهم إلى مشاورات جديدة يقتضي وقف التحالف ضرباته الجوية على الأهداف العسكرية التابعة لهم، أمل يبدو أنه سيخيب على أي حال. ولبدء النقاش مشاهدينا حول موضوع حلقة الليلة سينضم إلينا سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك من نيويورك. دكتور مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. يعني سعادة السفير، لا يهدأ السجال بشأن مبادرة كيري التي أعلنت من جدة السعودية، إلى أين وصل هذا الحراك الدولي بشأنها وهل ستجد طريقا للحل في اليمن؟ أنا أعتقد أنه الأمور اتضحت كثيرا بعد الإحاطة التي عملها المبعوث الأممي الأستاذ إسماعيل الشيخ والتوضيحات التي قدمها في المؤتمر الصحفي. كثير مما تم تداوله على أساس أنه مبادرة تفصيلية، يعني
اعتقد عاري عن الصحه، يعني ما يبدا الدوليه الان وما تقدمه تحديدا الاداره الامريكيه من خلال جهود وزير الخارجيه الامريكي هو الدفع بالافكار التي قدمها اسماعيل بن الشيخ في الكويت، والتي تتحدث بشكل واضح حول يعني المرجعيات الثلاث، وتتحدث حول ضروره الاتفاق حتى في الورقه التي قدمها اسماعيل بن الشيخ والتي وافقت عليها الحكومه ووقعتها، هناك حديث حول اجراءات وترتيبات امنيه، وهناك حديث حول اجراءات وترتيبات سياسيه. الان التطور اللي حصل في هذا الامر هو انه يجب ان يتضمن تفصيل الاتفاق السياسي في الورقه او في المقترح المقدم، لكن لا زال الامر الاكيد والمؤكد والذي يستند الى المرجعيات الثلاث والى 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 جدول اجتماعات بييل هو نعم يعني سعاده السفير فيما يتعلق بخطه كيري تنفيذ النقاط التي نعم. تتحدث حول الانسحابات و نعم. من منطقه الف وتسليم السلاح وكل هذه الاجراءات. نعم يعني سعادة السفير يعني فيما يتعلق بخطة كيري، يعني هل اطلعتم على بعض تفاصيل هذه الخطة حتى اللحظة؟ يعني هل لديكم أي ملاحظات أو تحفظات يعني حول هذه الخطة؟ الحكومة اليمنية في يعني بشكل واضح أصدرت بيان يعني رحبت بأي جهد إقليمي أو دولي يدفع باتجاه الحلول السلمية وتنفيذ القرار 2216 استنادا للمرجعيات واستنادا لما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة. ليس هناك جديد في هذا الأمر، دائما ما الحكومة تتمني بها نحو السلام وتعتقد أنه هو أي جهد يمكن أن يجنب البلد مزيد من الدمار الذي تسبب به الانقلابيين والمعاناة اليومية وخاصة في الشق الاقتصادي. أعتقد الحكومة لم تألو جهدا وتتفاعل بشكل إيجابي مع كل هذه لكنه لم يتم الاطلاع عليها حتى اللحظة. نعم لم يتم الاطلاع على هذه الخطة حتى اللحظة. لا أنا يعني ما قاله اسماعيل الشيخ وما عبر عنه لحد الآن ليس هناك شيء اسمه خطة تفصيلية الكيري، ليس هذا الأمر غير يعني غير صحيح كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، وقد تم نفيه. أنا شخصيا أمس نفيت يعني ما تم تداوله حول خطة تفصيلية لكيري تتضمن كل تلك النقاط، كل هذه عبارة عن تناولات صحفية، تسريبات غير صحيحة لا تستقيم مطلقا مع جوهر المتفق والمتوافق عليه إقليميا ودوليا. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. نعم يعني ما سر تجاهل هذه الخطة التي تقدم بها كيري للرئيس المخلوع صالح؟ أكرر مرة ثانية يعني تتحدث عن خطة، أنا أقول أنه ليس هناك خطة في هذا الأمر، لكن بالتأكيد يعني صالح المخلوع صالح ليس جزءا من اي حل في اليمن، ليس هناك حديث مطلقا حول صالح. صالح مساله محسومه انه في اي ترتيب سياسي في اي حل سياسي ليس هناك حديث مطلقا على لصالح. لا يمكن للشعب اليمني الذي لفظ ب 2011 في ثورته الشبابيه صالح ان يقبل باي شكل من الاشكال، وبالتاكيد الحكومة اليمنية ويعني التي تستند في موقفها السياسي لنضالات الشعب اليمني وتستند للعمل الجهادي والقتالي الذي يحققه أبطال المقاومة والجيش الوطني هي ملتزمة بهذا الأمر. هذا هو الإرث السياسي الذي تستند له كل المبادرات السياسية، سواء المبادرة الخليجية الذي أعلن صالح أنه وعدها وحفر لها قبر وهي من منحنته الحصانة، أو القرارات الدولية التي وضعت صالح يعني معاقبا اقتصاديا، أو يعني مخرجات مؤتمر حلوطن الشامل التي تضع الأسس والمدانيك الرئيسية لدولة اتحادية جديدة يعني تقف يعني كليا ضد موروث صالح. نعم يعني سعادة السفير من خلال ما هو واضح من هذه الخطة، هناك من يقول أن مبادرة كيري تدفع إلى نوع من المحاصصة القائمة على الهوية الطائفية في اليمن، ما تعليقك؟ نحن لا نوصف هذا الصراع مطلقا وليس يعني باعتباره في صراع، نحن نوقن تماما بأن الحوثي لا يمثل مطلقا، لا يمثل يعني ما يعرف بالهاشمية، لا يمثل الزيدية في اليمن، لا يمثل أي عباءة
مهما تدثر بها على المجتمع اليمني لا يقبل يعني أن يدار الصراع على هذا الأساس. ما يحدث في اليمن الآن والقتال الذي يعني دفعنا له دفعا في اليمن هو بين سلطة ومؤسسات دولة وشرعية وبين مجموعة انقلابية تدافع عن مصالح فئوية خاصة لهم كأفراد ولصالح وموروثه كأفراد. نعم. وبالتالي لا يمكن أن نقبل مطلقا بأن ما يجري في اليمن هو صراع بين أقلية وأكثرية. هذا الأمر غير وارد مطلقا في القاموس السياسي اليمني وفي الموروث السياسي اليمني، وإصرارنا على المرجعيات وتوصيفاتها هو يعني يؤكد هذا الأمر. نعم، يعني سعادة السفير أسمحك يعني بالذهاب لتقديم سؤال لضيفنا الآخر، ومن ثم سأعود لأختم معك بسؤال. ضيفنا الآخر سيكون سليمان العقيلي، كاتب وسياسي سعودي. سيد سليمان، مساء الخير. أهلا، مساء النور لك وسعادة السفير ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. أهلا بك سيد سليمان. يعني بداية، هل يمكن اعتبار رؤية كيري المقدمة لحل النزاع في اليمن رؤية سعودية أيضا؟ لا، بالتأكيد ليست رؤية سعودية، هذه رؤية أمريكية، والرؤية الأمريكية فيها نواقص وفيها ثغرات. وأنا أعتقد إنه كيري يعني سوغ رؤيته بصعوبة في جدة، والاجتماعات التي عقدها مع القادة السعوديين كانت مطولة واستمرت يعني حتى الفجر. نعم. وكان فيها نقاشات وكانت الاجتماعات صريحة، ويبدو لي إن القادة السعوديين يعني ربما يعني هذبوا جزء من هذه الأفكار، أو يعني ألغوا بعض ذنوبها. ولكن أنا في تقديري إنه السعوديين يعني لم يتحمسوا للخطة، وإن كانوا لم يمانعوا فيها. نعم. ويعني ولذلك يعني أنا أعتقد إن الخطة غير يعني مثمرة أو غير واقعية، وأنا أتوقع أنها ستواجه صعوبات على الأرض وصعوبات في التفاصيل. وأنا من وجهة نظري أعتقد إن هذه الأفكار يعني ماتت قبل أن تولد. لكن يعني ما هو واضح أن هناك انخراط دبلوماسي سعودي ضمن المساعي التي يقوم بها كيري والمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. لا يوجد انخراط، يعني أنت إذا تابعت يعني تقرير وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء في آخر جلسة، والتي عادة يحدد مواقف الحكومة السعودية من التطورات السياسية الدولية والأقليمية. نعم. والمحلية، لم يأتي على أفكار، لكن السعودية استضافت مؤتمر دولي بهذا الشأن. هذا البيان سيد سليمان، السعودية استضافت مؤتمر دولي. نعم. بهذا الشأن، وهو في الواقع ما ليس مؤتمر دولي، هذه مؤتمرات إقليمية أو مؤتمرات دعم، يعني لا تتبنى مشروع معين، لم تتبنى هذه المؤتمرات، لم تتبنى خطة أمريكية أو غير أمريكية، يعني ولا يمكن للسعودية أن تفرض على اليمن وأهله شيء. أنا أعتقد إنه كيري جاء بالفعل يضغط من أجل تقديم تنازلات أو من أجل يعني خطة وسطية تعطي بعض كلا الطرفين يعني مزايا وتأخذ منهما أيضا يعني تنازلات. أنا نعم. أعتقد أن الخطة تواجه صعوبات. وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي أكد على أنه أي خطة لا تلتزم بالمرجعيات الثلاث غير مقبولة. نعم. وخطة كيري أو أفكار كيري في واقع الأمر لا تلتزم بالمرجعيات، ولذلك أنا أفهم من هذه التصريحات ومن موقف مجلس الوزراء السعودي الذي يعني تجاهل أفكار كيري ورحب بزيارة كيري وباجتماعه وبالرؤى المشتركة أو النتائج المشتركة أو كذا، إنما قال المرجعيات هي كل شيء، قال لا. إن المرجعيات الثلاث هي كل شيء. أنا كمحلل سياسي أنا أستنتج ومن خلال خبرتي في التكتيك السعودي أو المناورة السعودية إن السعوديين ليسوا متفقين 100% مع أفكار كيري،
ولكن هم تركوا الأفكار تصطدم بالواقع. نعم. التفاصيل بكرة مع الحوثي ومع الحكومة اليمنية، وهم لن يلزموا أحدا فيها. يا كار تناقش تناقش ما في مانع. يعني أنا أعتقد أنه الأمر عند الحكومة اليمنية وعند الحوثيين. السعوديون لا يلزمون أحد ولا يوافقون. نعم. سنواصل الحديث في هذه النقطة. لا يوافق. نعم. عليه اليمنيون. نعم سيد سليمان، سنواصل الحديث في هذه النقطة، لكن أستسمحك بالذهاب بالعودة إلى سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عواض بن مبارك. يعني سعادة السفير، في الوقت الذي تنخرط الأمم المتحدة والدول الرعاة يعني الرعاة للعملية السياسية في اليمن في مهمة البحث عن جولة مفاوضات قادمة بين الأطراف اليمنية، تتجول ميليشيا الحوثي في عواصم البلدان التي تدخل ضمن المنظومة الإيرانية، ما الذي يريده الحوثيون بالضبط؟ انا اعتقد هذا يعني هذا متسق مع لغه ورساله الحوثيين منذ ان بدانا يعني نستمع لخطابات عبد الملك الحوثي وحديثه المعلوم حول المظلوميات وغير ذلك، وتحديده لمحافظات يمنية بعينها يعني كمناطق اهتمام. انا اعتقد انه هذا كذلك هي يعني اولا الذهاب منفردين الى بغداد، ثم ما يشاع عن ذهابهم الى بيروت ثم الى ايران، ومؤشر كذلك في ضعف هذا التحالف الذي يعني عبر عنه بما عرف المجلس السياسي، هي رساله اعتقد واضحه لليمن للداخل اليمني، ويجب واعتقد تؤكد كثير مما قلناه سابقا حول الطبيعة الميليشياوية والطائفية لهذه الجماعة التي تدعي أنها تمثل مصالح اليمن، وهي في النهاية لا تعبر. ما مضمون هذه الرسالة التي يريد الحوثيون إيصالها؟ معلوم وواضح لإيران. نعم. كخير في جسد الأمة. نعم سعادة السفير، يعني ما مضمون الرسالة التي يريد الحوثيون إيصالها؟ هناك جهد بالتأكيد يعني ما تمخض وولد ميتا، يعني لم نستمع إلا إلى ترحيب يعني إيراني، والآن هناك إشارات من كذلك من يعني دولة العراق الشقيق، والذي نتمنى أن تحافظ على موقف الإجماع العربي فيما يتعلق بالموقف من الإنقلابيين. هناك محاولة لاستغلال قضايا طائفية في إعطاء صبغة سياسية دولية لهذا المجلس الذي يعني الموقف الدولي من خلال بيان الدول ال 18 أو من خلال موقف المبعوث الأممي أمس في جلسة مجلس الأمن، وموقف كل الدول العالم التي يعني ترفض هذا الأمر، والذي كذلك بالنهاية يعني زيادة التمحور مع يعني الوقوف مع محور إيران، هو يضر أولا وأخيرا بالمصلحة اليمنية العليا، وهو يؤكد مصداقية ما ذهبنا إليه من البداية كحكومة شرعية، أن هذه الجماعة لا تعبر إلا عن مصالح إيران ومحاولتها خلق الأوراق في المنطقة، ما يجري في اليمن، ما يجري في سوريا، وما حدث قبله في العراق وفي لبنان. نعم، إذن سعادة السفير لدى اليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر المحلل الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. يعني سيد سليمان، وصف ولد الشيخ في جلسة مجلس الأمن الأخيرة إعلان الإنقلابيين مجلسهم السياسي بالإجراءات التي تعيق مسار السلام، لماذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا يجبر الإنقلابيين على إلغاء هذه الإجراءات أولا قبل الانتقال إلى جولة مفاوضات جديدة؟ دور مجلس الأمن انشل الآن أو شل، لأنه في واقع الأمر التفاهمات الروسية الأمريكية في سوريا ربما أنها تعززت إلى درجة أنها تشمل إقليم الشرق الأوسط كله، ولذلك الحماسة الأمريكية أقل من السابق، وكذلك الروس ربما أنهم يعني يريدون أن يمارسوا نفس الأسلوب الإيراني من المقايضات في أزمات المنطقة أو الضغط على منطقة لصالح منطقة أخرى، وهو أسلوب إيراني معروف، ويبدو لي أنه أسلوب يعني في أسلوب في تحقيق المصالح الدولية.
ولذلك أنا أعتقد أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كلها الآن دورها يعني تحول إلى إدارة الأزمة وليس علاج الأزمة. وإن كان للأمم المتحدة دور فينبغي أن تنفذ قرارها رقم 2216 وتفعل البند السابع الذي يعني يعطي حرية الحركة لممارسة الضغوط بكافة يعني الوسائل على الممتنعين عن تنفيذ القرار. وأنا لا أنظر للأمم المتحدة إلا أن الحقيقة يعني الجسر الذي يعني تصعد فيه القوى الكبرى لتحقيق مصالحها الإقليمية وليس أكثر من ذلك. نعم، لا يزال الحوثيون سيد سليمان يعني يواصلون زياراتهم للعراق يعني لليوم الخامس تقريبا، ما هي الرسالة التي أراد هؤلاء إيصالها للرياض؟ يعني يقولون أنكم منعتونا من العودة، نقوم بعمل استعراضي سياسي ما يمكن أن يعتبرون حلفائهم، وهو معسكر إقليمي. يعني هذا الحلف الإيراني معروف، إيران تسيطر على يعني القرار الحوثي وتسيطر على القرار العراقي وعلى القرار السوري، وبالتالي يعني هم يعني زيارات المتحالفين أو أبناء العام السياسي يعني مجرد استعراض للسياسي. لا أنا في تقديري لا يعني ليس له تأثير سياسي، حتى لو افترضنا أن العراق أيد مجلسهم ماله، أصلا العراق دولة فاشلة ودولة فساد سياسي واقتصادي وتعاني من الأزمات، وإذا كان لسياستها دور فينبغي أن يكون لعلاج أزماتها، وليس لها القدرة على التأثير في الإقليم لا في اليمن ولا في غيره. دولة يعني أقل ما يقال عنها أنها دولة فاشلة، وزيارة الحوثيين لها زيارة فاشلة هو الأمر في بغداد. نعم، أشكرك سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن فيصل المجيدي ناشط وسياسي وحقوقي أيضا من القاهرة. سيد فيصل مساء الخير. يعني نبدأ معك سيد فيصل بهذا السؤال، يعني هل يمكن القول أن الحراك الدولي القائم يعني سيمضي باتجاه فرض تسوية سياسية في اليمن، وما طبيعة هذه التسوية بالنظر إلى خطة كيري وحديثه عن الأقليات في اليمن ويقصد بذلك ميليشيا الحوثي تحديدا؟ يعني استخدام مصطلح الأقليات أعتقد أنه يعطي مدلولا حقيقيا على حسب التوصيف العالمي لهذه يعني أن يقول المصطلحات، باعتبار أن هذا الحديث يتضمن جوانب حقوقية لوضع أقليات مهمشة، لكن أن تتحدث لهذا المصطلح الغير جائز في المنطق في ظل هذه الجماعة التي تتسلط الآن على البلد وتعيش فيه الفساد، أعتقد أنه يعني استخدام على الأقل نستطيع أن نقول غير بريء في هذا التوصيف فيما يتعلق بفرض التسويات على طاولة الجانب السياسي. هناك بالفعل رؤية حقيقية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تتضمنه الملفات العديدة في المنطقة. نحن نتحدث عن رؤية متكاملة، الملف اليمني إحدى هذه الملفات، وهو حقيقة ما كان يحذر منه الكثير من المراقبين بألا يرتبط ملف اليمن بملفات كملف سوريا حاليا أو ملفات المنطقة العراق، وهو التوجه الأمريكي بمحاولة فرض إيران كشريك أساسي في المنطقة وأجندتها. لكن يبدو أن الأمر تعدى مسألة الشراكة التي دعا لها أوباما في مقابلة الشريك الشهيرة للمملكة العربية السعودية بإعطاء إيران أو ابتسام الكعكة مع إيران. يبدو أن الأمر سائر على في نظر الإدارة الأمريكية إلى تمكين إيران في المنطقة، سواء من خلال ما تسميه بالتطييف السياسي للعملية السياسية، أي بمعنى إيجاد حصة للميليشيا بحيث أنها إن لم تتمكن من السيطرة على أغلبية القرار فإنها تكون كفرت
معطل مع الإبقاء على هذه الجماعات في إطارها المسلح بمعنى التغطية على أفعالها. هناك ثمة ملكنة للدول، ثمة فوضى خلقها الفريق الأمريكي، وبالتالي هذا الوضع يقتضي حقيقة الصحوة. أنت سمعت تصريحات مسؤولين إيرانيين قالوا بوضوح أن هناك جيش شيعي تم إنشاؤه في إيران بخارج في العراق وسوريا واليمن ولبنان. إذا هناك استراتيجية حقيقية، لكن الأمر لا أعتقد أنه ينبغي أن يترك فقط للخيارات الدولية أو لكن يعني سيد فيصل هل يمكن فهم أو نعم يجب أن يكون هناك فاعل محلي. نعم سيد فيصل، هل يمكن فهم خطة كيري على أنها محاولة لهندسة المشهد السياسي اليمني ليسمح بحضور زائد عن الحد لمن وصفهم بالأقلية في جسم الدولة؟ هذا هو بالضبط ما يتم التوجه إليه وما يتم الحديث حوله. يريدون كما قلت لك تطبيق العملية السياسية، وهو حقيقة بصطلح لم يتواجد إلا من خلال تواجد إيراني، بمعنى عندما تدمج الميليشيا في الدولة وتكون هي القوة التي تنطلق منها يد إيران في المنطقة، في هذه الحالة يتم بالفعل شل هذه الدول عمليا. مثلا في لبنان الآن سنتين كاملتين جرعي بسبب حزب الله، وبوضوء الآن في العراق تجري العملية السيطرة شبه كاملة للميليشيا، يعني أحد قادة الشعب تقريبا العامري بالأمن أو هذه العامل يصرح بكل جراءة يعني وعدم مسؤولية ويقول أن الميليشيا أو الحشد الشعبي بات أقوى من الجيش العراقي. هذه النظرية أو هذا العمل أو طريقة الحكم الذي جرت تنتخى من إيران باعتبار أن الحرس الثوري الإيراني وهو يدفع مباشرة للمرشد ولا يتضمن القوات المسلحة الإيرانية يجري يعني فرحد النموذج على العراق، وكذلك يراد مثلا للجان الشعبيه اللي تابعه للحوثي لتكون وهي تابعه لعبد الملك الحوثي بذات الرؤيه تكون خارج القوات المسلحه وان كانت تتحكم هي بمصدر القرار، بمعنى انه يوجد لها سيطره فعليه من خلال منبذها على القوات المسلحه. وهذا هو الخطير في الموضوع عندما تتحدث عن تقسيم جسد الدوله، دوله موازيه. لكن طبعا انا دائما اقول بانه لا ينبغي ان نترك لان نكون مجرد قطع شفرين دون اي مقاومه، يجب ان يكون هناك فعل وليس رد فعل. نعم سيد فيصل اختم معك بهذا السؤال. سيد فيصل اختم معك بهذا السؤال، يعني هل هذه الخطه التي تقدم بها كيري هل ستجد طريقها الى التنفيذ؟ الحقيقه انه من السخافه ان نتحدث عن الخطه مثلا التي نشرتها البي بي سي، وان كان هناك ثمة لاعب على هذا الورق. أنا حقيقة أعتقد أن الخطوط العريضة لو تم تمريرها بنفس ذات المفهوم، لأن الخطوط العريضة مثلا تتحدث عن تشكيل حكومة ثم البدء تنفيذ القرار، لكن الشيخ بالأمس أوضح في تقريره أنها لم تختلف تماما عن يعني الخطوة التي تقدم بها، وهي البدء بنزع السلاح ثم الحديث عن بعد ذلك الإصابة وتشكيل الحكومة. هذا الامر يعتمد على مدى قبول المملكه العربيه السعوديه تحديدا لهذا الدور الخطير للميليشيا والتقسيم حزب الله في الجنوب المملكه، وايضا بقبول حقيقه يعني النخبه السياسيه وهذه، ولا نتحدث حقيقه عن هذه كشخص، نتحدث عن احزاب كبيره جدا لها كالاحزاب اللي المشترك لها قواعدها الشعبيه، وبالتالي لا ينبغي ان تكون مجرد طرف هامشي في السيطره. هذا الامر يجري من خلاله تصفيه ثوره فبراير 2011، بل الاخطر من ذلك تصفيه ثوره 26 سبتمبر واعطائها للانقلابيين والاسلاميه وعقصتها. وهذا الامر كانما يجري من خلال محاوله استعاده تصفيه عام مارس 70 1970 التي من خلاله اوجد فيه مكانا للملكيين، لكن تم احتوائهم في اطار الجمهوريه وبالتالي لم يتمكنوا، لكنهم ظلوا متماسكين. الان الخطير في الموضوع انهم يريدون تصفية الجمهورية بكاملة وتكون ضمن إطار ملكي بعباءة جمهورية، وهذا هو الأمر الخطير. هل سيقبل اليمنيون بعد 54 عام؟ وضحت الصورة سيد فيصل. نعم أشكرك حقيقة بإمام جديد، هذا الأمر مطروح لهم. نعم أشكرك المحامي فيصل المجيدي
الناشط والمحلل السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى نهاية الحلقة. في النهاية لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وأيضا أشكر كان معي من الرياض سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وكما أشكر ضيفي الذي ختمت معه منذ لحظات فيصل المجيدي الناشط والسياسي والحقوقي، كان معي من القاهرة. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل محمد القاسم، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.